بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. الحقيقة اليوم سعيدين جدا بهذا الحدث المهم، لطالما انتظرنا توفير هذا اللقاح، لقاح الكورونا. شعبنا ينتظر من شهور أو سنوات. اليوم الحمد لله اليوم تصل أكبر كمية، وهي 2 مليون جرعة من لقاح الكورونا. ونحن الحقيقة ممتنون للدول التي ساعدتنا والشركات والأشخاص. أشكر وزارة الصحة بكل كوادرها وكل أطقمها، أشكر الأطباء، أشكر مراكز العزل، أشكر الإخوة في وزارة الداخلية والشرطة. أشكركم كلكم صحفيين الذين تتابعون هذا الحدث المهم. احنا الحقيقة سعينا بكل جهدنا لتوفير هذا اللقاح، واللقاح لم يأتي بشكل سهل وشكل انسيابي. عانوا وسهروا الليالي لتوفير هذا اللقاح لشعبنا الذي يستحق منا الكثير. اليوم ولله الحمد وصلتنا أكبر جرعة ممكن ان احنا من الطلبات التي أتتنا في هذه الطلبات. اليوم ندعو كل مواطنينا مقيمين في الدواخل في القرى أن يلقحوا، أن يذهبوا للتلقيح، يذهبوا لمراكز التلقيح. أدعو كل المؤسسات كما دعيت من قبل، أدعو كل شخص، شاب صغير كبير، أن يلقح. هذا هو حصننا. وأنا الحقيقة الحمد لله كما وعدت حكومتكم أن توفر هذا اللقاح للشعب الليبي. اليوم بدأنا نوفره بشكل كبير، والدفعات إن شاء الله القادمة حتكون عندنا 500 ألف دفعة جاية قادمة، ومليون آخر إن شاء الله في الأسابيع القادمة. وعليكم أن تتجهوا إلى مراكز التلقيح وتلقي هذا اللقاح. اللقاح لكم من أموالكم، من جهود أبنائكم، ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. أنا أترك طبعا فرصة للدكتور علي وزير الصحة لاستبيان بعض الأحداث التي نريدها في أو اتخذناها في موضوع الكورونا. دكتور علي، احنا نبو نفهم الشعب بيفهم من خلال الخطوات، واحنا نتقدم الحقيقة بشكل كبير جدا من كل مؤسسات الدولة، من الداخلية والصحة والإجراءات التي اتخذناها. الحمد لله بدأت تأتي أكلها، والالتزام بالكمامات والإجراءات المطلوبة من بداية هذه الحملة أو المرحلة الثالثة من الكورونا. نبوك تشرح لشعبنا أهلنا شنو بالضبط درناه وشنو النتائج الحمد لله اللي تلقيناها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. أسمى آيات الشكر والتقدير للسيد رئيس الوزراء على حرصه المتبادل والعظيم من أجل توفير لقاح للليبيين، ودليل على ذلك هو وقوفه اليوم معنا في هذا التصريح الصحفي من أجل التوضيح على الكميات التي وصلت وستصل من اللقاحات. الحمد لله رب العالمين، اليوم في استقبال 2 مليون، وهناك دفعات أخرى على التوالي إن شاء الله تحضر إن شاء الله. شكر التقدير لكل من ساهم في توفير هذه اللقاحات، وهذه اللقاحات كانت لم تكون موجودة لولا جهودات اللي بذلها السيد رئيس الوزراء في علاقات شخصية واتصالات شخصية مع دول العالم صديقة وغيرها. الحمد لله رب العالمين، هذه الأيام الثلاثة الماضية شهدت وبفعل الاحترازات وفعل قرارات السيد رئيس الوزراء في الحظر والالتزام بالكمامة أن المعدل الوبائي نقص، حيث كانت معدل الحالات الموجبة في العينات وصل إلى 68%، اليوم وبحمد الله وصلت إلى 24%، وهذا بفعل هذه الالتزامات. كذلك أؤكد دائما وابدا اللقاح هو السلاح الوحيد ضد هذا الفيروس. فرجاء خاص كما أكد سيد رئيس الوزراء يجب الالتزام بالذهاب إلى تولي اللقاح في أي مكان، في مدينة، في قاعة
قرية، في 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 شارع، في كل مكان، وستكون هناك حملات استثنائية بإذن الله تعالى. ستفتح 432 مركز لتلقي اللقاح وهو مراكز التطعيم المختلفة. شكر موصول للسيد رئيس الوزراء، شكر موصول للجميع. عليكم باللقاح، عليكم باللقاح، والسلام عليكم.